نعم، في أمنية هني، أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تواجهها. لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا، مرينا في التغيير، انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار حياتنا القادمة. كنت دائما تفكر، أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة، أنت تفكر أن مالك يد وما تستطيع تغيير واقعك، واقعك اللي مش عاجبك أن تعيش فيه. التاري يقول لك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير، أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك، تواجه فيها أن ما ينفع أظل داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة أو رغباتي. وين أبي أروح؟ في أي دولة أريد أن أعمل؟ وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع؟ مهما كان، احتمال حتى ترغب في تغيير تخصصك، تغيير مجال عملك، دراستك، كل التغييرات حدثت وأنت مش واعي لها، انفتحت أمامك الأبواب. ولكن أنت لحد الآن أشوفك في طاقة ثمانية السيوف، ما أدركت بشكل كامل أن الأبواب فتحت أمامك، أن الفرص اللي أنت كنت مفكر أنها ممنوعة عنك وأن ما تقدر. دائما برج الحمل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع، الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه، دائما أحس أن يده مكفوفة مثل هذا الكرت. أوكي، ولكن خلينا نشوف ونوضح. ثمانية السيوف بالضبط، ثلاثة الأغصان، لأن أنت كأنما هني في مرحلة انتظار، ولكن احذر أن الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أنه خلاص اللي أنت الهدف اللي أنت حاطه في بالك ما راح يأتيك. لما إحنا نطيل الانتظار بدون عمل، بدون اجتهاد، بدون جهود من جانبنا، إحنا نتوقع أن الأمنية، المال، النجاح، الشراكة راح تقع في حضننا بين يوم وليلة. نعم، أنت قمت بالجهود اللازمة، ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل؟ أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين؟ خلينا نشوف النجمة، تحقيق الأمنية. بالضبط، أنت هني أشوفك مثل ما قلت لك فقدت الأمل في موضوع معين، وإن كان لحد الآن يشغل بالك، مشروع، ممكن يكون أي شيء، أنت لحد الآن قاعد تحوم بانتظاره. وإن كنت تمثل هني طاقة التمثيل، تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين، قبل 3 شهور. 3 شهور عندنا رقم 3، ثلاثة الأغصان، نسيتها، ما عادت في بالي، ولكنها لحد الآن حاضرة، ولكن محتاجة منك. كأنما هني كرت النجمة وهو كرت برج الدلو، محتاج إيه هي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها، محتاج أن تحصل، يعني تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل. النجمة هي الأمل، آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك، وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية. مهما كانت الأمنية، ممكن تكون حتى هني أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الابتعاث. الأمنية نفسها ردت، عرضت نفسها عليك، انفتحت لك الأبواب. البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استسلمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل. محتاج أن أنت تركز النية هني في النجمة. دائما لما نشوف النجمة هو مش كرت يطلب منا العمل، انت قمت بالعمل، قمت بالجهود، قمت بالاجتهاد. محتاج في هاي الفترة ان تعمل على قانون الجذب، وقانون ان تركز نيتك ان انا خلاص سويت اللي المفروض اسويه، فهالمرة راح اقبل على هاي العمل، على هاي الفرصة، على هاي الهجرة، حتى راح اقبل عليه وانا متوقع النجاح، وأنا متوقع الفوز، وأنا متوقع الججمنت والحكم، متوقع أن يتم قبولي. ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تتمناها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس. هني مهم أن تتذكر قانون الجذب. خلينا نوضح 6 الأغصان. الإمبراطورة. بالضبط،
لما أشوف لك ست الأغصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس، هي طاقة أيضا وضوح. والإمبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل، أنت في حياتك أعطيت الكثير، قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات أو الألم أو التعب أو أن أعمل على تقديم الطلبات، وما في أي مشكلة في طلبك نفسه، ما في أي مشكلة في الاستمارة، ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هني والاشتراطات، ما في مشكلة في الشيء اللي أنت تتمنى أن تحققه رسميا، ما في أي مشكلة، والحكم أيضا إلى جانبك، ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة. شلون يعني؟ لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد. الإمبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء، أنت أعطيت بما فيه الكفاية، حان الوقت أن ترتاح وتحصد، تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي. كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة، محتاج هذا النوع، مش محتاج طاقة العمل نفسها. والغصن الأول موضح بالشمس، الشمس هو كرت النجاح، كرت السفر، كرت المرح، وفوق الخماس الأول ما في أوضح من كذي. عزيزي برج الحمل، أعيد وأكرر لك، إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته أن مهم جدا أن تستوعب كل الجوانب اللي أقصده فيها. أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهدت فيها وتعبت بما فيه الكفاية، هذا اللي قاعد أشوفه في الطاقة، أشوف شخص من برج الحمل اجتهد كثيرا، عطى كثيرا في حياته. بوجود كرت الإمبراطورة أنت عطيت كثيرا، أسبقت حتى في العطاء، أكثرت من العطاء، حان الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك، حان الوقت أن تتكلم بثقة. لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم أنك راح تنجح، ما تتكلم بأسلوب الخوف، بأسلوب القلق، بأسلوب اللي أحس أنه ما راح أنجح، أحس أنه ما راح أحصل، ظليت أنتظر كثير، هني طاقة الانتظار، ظليت أنتظر والحين ما صار شيء. لازم تحس أنك تستحق هذا الشيء، لك الأحقية. تعرف الناس اللي يقولون عنهم entitled، يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ما لهم حق فيها. أنت لك حق في هذا الشيء، هذا الشيء موجود وفتح أبواب عشانك، أنت اللي لازم هني كليمت. كليمت معناته أدخل إلى هذا المكان، أدخل إلى هاي الفرصة، أقدم طلبي، ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل، أقدمها وأنا واثق، وأحتك وأتكلم مع الناس، أتكلم معهم عن جهودي، أتكلم معهم، خلي الناس يفهمون جهودك، لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية. تكلم مع الناس عن جهودك، خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة، خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل. أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه وتطالب فيه. هني طاقة المطالبة، طاقة التركيز على النية، طاقة أن تفكر بقانون الجذب. لما تفكر أنك تستحق هذا الشيء، هذا الشيء راح يطرق بابك، ولكن لما تفكر أنه ما راح يأتيك مهما حاولت، راح تجذب اللي أنت تفكر فيه. هذه حقيقة عند قانون الجذب. راح ننظر الحين إلى الجانب العاطفي. برج الحمل، هذه راح تكون قراءتك الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك. هذه القراءة راح تكون عامة وتناسب، وأتمنى أن تلاقي فيها اللي يتناسب مع وضعك مع الشريك.
وش الحمل؟ الطاقة العاطفية. طاقتك لشهر يونيو 5 الأكواب. طاقة الحزن على اوكي، انت مش انت زعلان على نفسك. هني عندنا ايضا كارت العربة، ولكن وجود العربة جنبها يبين لانك مستعد ان تتعافى او تتخلص من هاي الشعور. اوكي، كارت الامنية، دائما اللي نتمنى يأتي لنا عندما احنا نقول نستسلم. لما نستسلم ان الشريك ما راح يعطينا، او خلاص نقول ان راح نمضي قدما نشوف الطريق، الشريك يطرق بابنا مرة ثانية. ملك النار، عندك شخص فقدت الامل فيه، راح يكون جدا قيادي، جدا شجاع، جدا راح يتغير في طاقته. احتمال ان اشوف هني عندنا كارت برج الدلو، برج السرطان، العربة. احس جدا هني اتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي، عقرب، حوت وسرطان. انت هني كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل، مش حزين على الشريك نفسه ترى. وان كنت تفكر انك حزين على الشريك، انت هني اشوفك حزين على نفسك. خلنا نشوف لماذا برج الحمل يحس بهذا الاحساس. اوكي، لانك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص. حاولت وبحثت عن كذا طريقة أن تنسى فيها وتكون أشجع وتكون أقوى. تحاول هني أن تغير أيضا طاقتك العاطفية، عرفت؟ وتبحث عن مكان جديد، منطقة جديدة تزرع فيها بذورك، لأن هذا الشريك كأنما سبب لك الكثير من الإحباط في الماضي. أوكي، النجمة، 6 الخماسيات. عزيزي، اللي تستحقه، اللي ضاع منك، اللي الشخص اللي ما قدرك، راجع خلال شهر يونيو او ابتدى خلال شهر يونيو انه يكون مستعد ان يعطيك حقك. هذا الملك، وان كان ملك شوية لانه من برج ناري، وان كان شوية ملك شوية معتد بنفسه، شخص مغرور، ولكن يتأكد خلال شهر يونيو مستعد ان يعطيك ما تستحقه. الحب والاعتراف، هني اشوف الاعتراف. وان كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه، دائما يكابر، ما يتكلم عن حقيقة مشاعره معاك، ما يبين لك اهميتك في حياته. هني عندنا النجمة مرتين، ما يبين لك اهميتك في حياته او مكانتك في حياته. ولكن خلال هذا الشهر كأنما 6 الخماسيات هي طاقة قريبة من كارت العدالة، راح تحصل على التوازن في الفترة القادمة، على الاعتدال. إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة، تعدل وضعك مع شريكك، تتفاهم معه وهو صعب المراس، خلال شهر يونيو راح إن شاء الله بالضبط. هنا يتكلم لك التارو عن الكارما. الكارما بما معنى اللي تزرعه راح تحصده يوم من الأيام. وإن كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك، زعلان انك استثمرت مع شخص، تحس هنا انه لم يعرف قدرك على كثرة ما انت بينت له مشاعرك، استعدادك، وقفت معه. هني ايضا اشوف برج حمل وقف مع شريكة او حبيبة الكثير من الوقفات، كانت لك وقفات مشرفة مع هاي الشخص. وان كان هذا هو المؤلم في الموضوع، انت اكثر حاجة من الشريك ماديا، وانت ما بقول لك اضعف، انت اكثر حاجة الى الامور اللي كنت تضحي فيها من اجل الشريك. اذا كان يقول لك مثلا ان هو مشغول يتعذر، فانت كنت مشغول اكثر ولكن توجد الوقت من اجله. اذا كان مثلا يقول لك ان اهلي رافضين فكرة الزواج، فانت كنت تعاني من اهل اقسى واعند من اهله، حتى وضع اسري اسوأ، وضع عدم تقبل اسوأ، ولكنك هني وجدت لنفسك طريق. قاعد تقول للشريك
برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريقي كرة العربة، هو تسهيل المصاعب. أنا أوجدت لنفسي وقت وواضح أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت، هذا طبعا في الماضي. هني أشوفك كأنما حزنت على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص. هذا الشخص لم يقدر جهودك، كان دائما يشوف هني هو عند مستوى الملك، نضوج الملك، موارد الملك، يقدر أنه هو اللي يغير الموضوع، ولكن لحد الآن لم يحرك شعره. أوكي، شنو اللي تنتظره خلال شهر يونيو؟ شهر يونيو شهر راح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك، لأن أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط أن يعتذر، بانتظار أن يرجع إلى حياتك، بانتظار أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية، بغض النظر ما هو الهدف اللي انت حاطه او النية اللي حاطها في قلبك تجاه هذا الشخص، هذا الشريك، العدالة راح تكون الى جانبك، الفرصة في يدك، انت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح. اوكي، هني عندنا العربة تحتها المشاغب قاعدة تبين لي ان انت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص. إنزين، لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية، الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه، شخص من برج ناري، أسد، ممكن أيضا حمل أو حتى قوس، أو ممكن فقط تكون طاقته نارية، ممكن أيضا يكون دلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك. عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء، لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معك، سواء عطاء الوقت، عطاء الجهد، كان ما يعطيك حقك. خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد انه يرجع، او ابتدى يفكر انه فعلا يرجع، ابتدى يبحث عنك. هني عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة، انت هني فقدت الامل ومضيت قدما، اوكي، ولو جزء منك، ممكن لك على الاقل جزء منك مضى قدما. على مستوى الروح انت تعبت من العطاء، هذا الشخص راح ترجع معاه العدالة الى جانبك، راح هو اللي يصير يلحق وراك، هو اللي يصير يبحث عنك، هو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الاشياء اللي قصر فيها في السابق معك، يريد ان يعوضك، خلينا نقول يريد ان يعوضك عن تصرفاته في السابق. هذا الشخص اشوفه نضج، يعني نضج حتى مو فقط معاك، حتى مع نفسه، ابتدى يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق، أو تقصير على الأقل في العطاء. إنزين، هني يقول لك أربعة الأكواب تحتها ست الأكواب، جهودك، أشوف هذا شخص من الماضي، جهودك اللي وضعتها معه لا تفكر أنه راح تروح عبثا، أنت زرعت راح تحصد، ولو كان مو مع هذا الشخص فإذا مع شخص ثاني، لأن هني الكروت تبين لي إن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك. أوكي عزيزي برج الحمل، هذه هي قراءتك العاطفية، راح نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر. سواء كنت تنتظر فحوصات، تنتظر قبول الهجرة، نجاح في الامتحانات، مهما كانت الأخبار اللي أنت بانتظارها، بانتظار الشريك أن يعيد يتواصل معك، خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك. برج الحمل، الأخبار القادمة في طريقك. أربعة السيوف، الموضوع راح يأخذ وقت أكثر مما تتوقع، ما راح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت. لحد الآن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص، هذه الجهة، لحد الآن قاعدين يقومون بتحليل طلبك أو تقييم طلبك، حتى لحد الآن لم يتم صنع القرار. أوكي، فهني يقول لك أنت
المطلوب منك الانتظار، لا تحس بالإحباط، لا تحس باليأس، لا تحس إن أنا سويت كل اللي علي، ليش لحد الآن ما أتاني جواب؟ أنا ما قصرت مع هذا الشخص، ليش لحد الآن ما اتصل فيني، ما سأل عني، ما وقف معاي؟ لأ، أنا استثمرت في مشروع وايد، ليش لحد الآن ما أتوني مثلا عملاء أو كاستمر، أو ليش لحد الآن ما حققت دخل، ليش لحد الآن ما حصلت على وظيفة؟ لأن هذا هو وقت الانتظار. لحد الآن لم يتم يعني الوصول إلى طلبك. شوف العدالة، برج الحمل، العدالة أوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك. هني العدالة تقول لك لا تستعجل، لأن اللي من حقك راح تاخذه. لا تقول مثلا إن ليش فلان، تقارن نفسك بالآخرين، حققوا أو حصلوا على الموافقة أسرع منك. تأكد إن وضعك أنت في ظروفك أنت اللي في مصلحتك راح يصير. هني يتكلم لك أيضا عن إجراءات قانونية. أنت لازم، كأنما هني أشوف برج حمل مستعجل، لا يريد أن يقف في الطابور، يريد أن يتم الموافقة أو الحكم في قضيته أو يسمع الأخبار بسرعة. هني يقول لك لا تستعجل، موضوعك موجود وراح يأخذ دوره، راح يأخذ حقه. إذا أنت كنت مقصر في حق أحد، وإذا كان في أحد ثاني هو اللي قصر أو أخطأ في حقك، راح تأخذ حقك وزيادة. أوكي؟ فلا تفقد الأمل في النظام أو في العملية نفسها. الصبر ثم الصبر. رقم 7، رقم الانتظار. بالضبط. المشاغب، دائما برج الحمل من الأبراج اللي يتملل عندما أحد يطلب منه الانتظار. سمى مضروسة أن أحد يقول له انتظر، خصوصا لما يكون هو فاقد الأمل في شيء أو على أعصابه. ولكن عندما يسمع الأخبار اللي تسره، يتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يمازح الآخرين. وازن أنت طاقتك أيضا يا برج الحمل. وآخر كارت عندنا العالم. احتمال كبير راح تأتيك فرصة إذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج أو العمل والعيش في الخارج، راح تأتيك الفرصة، ولكن بعد فترة. الكروت اللي في البداية تبين لنا أن اللي في بالك راح يصير بعد فترة، فرصة الابتعاث، فرصة التخرج راح تأتيك وقادمة في الطريق. ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في أمور معينة، لحد الآن مواد معينة ما نجحت فيها، نعم، ولكن لا تحس أن أحد ظلمك. هني كأنما الكروت تقول لك ما حد راح يظلمك وما حد راح يقصر في حقك. كل اللي اجتهدته واللي أنت جنيته راح تحصل عليه. الموضوع شوي راح يأخذ وقت. عندك فرصة أيضا للسفر، ولكن ما أشوفها في الأشهر القادمة، أشوفها أبعد، بعد ما تنجح، بعد ما يتم الموافقة على طلبك، بعد ما تأتيك الأخبار الطيبة اللي أنت بانتظارها. إنزين، راح تكون متشجع أن على طول تحزم أغراضك، تغير مثلا، تذهب إلى الجامعة الجديدة، تذهب إلى الدولة الجديدة. أشوف يعني عندك انتقال، وانتقال جدا جميل. راح أشوف هني وأسوي معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من أو ما الذي يجب أن تحذره خلال شهر يونيو. ممكن يكون شخص، ممكن يكون موقف، خلنا نشوف. أوكي. The Arrow Master. طبعا هذا الكرت كان موجود أسفل الأوراق من البداية، كانت الأوراق بهاي الشكل. The Arrow Master يتكلم عن سيد القوس والسهم. Hitting the mark، الدقة. Intention، النية. Detachment، بالضبط. إذا تتذكر يا برج الحمل من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن، الأخبار اللي أنت تتوقعها، كأنما هني قلت لك مرحلة الجهود نفسها
إن أنت تزرع، إن أنت تعرق، إن أنت تقدم طلبك، إن تضع أوراقك وأمورك مع بعض. هاي انتهيت منها 10، هو رقم الانتهاء. نهينا مرحلة معينة بنجاح، المرحلة القادمة ما تفقد الأمل. هذا هو السر لك، أوكي؟ هذا هو السر لك. التحذير هني هو من نفسك. نفسك لا يصير لها سيطرة عليك. طبيعة برج الحمل قلت لك إياها من البداية، من الأبراج اللي بسرعة يفقد الأمل، بسرعة يتأفف، لا يحب الانتظار. أكثر الأبراج اللي تعايشت معاها لا يحب الانتظار. هذا المطلوب منك من أجل أن تصل إلى مرادك. مو وقت أن تقوم بالمزيد من الجهود، مو وقت أن تقوم بالمزيد من الطلبات أو التواصل مع هذين الأشخاص أو الجهات المعنية. هذا هو وقت الانتظار. النية يتكلم لك عن الانتنشن. عليك أن تكون دقيق ولكن في النية. تذكر قانون الجذب اللي كلمتك فيه.